هاي، انا سحر من ايفون. النهارده هنتكلم عن السكين كير روتين. عشان نهتم ببشرتنا لازم في الاول تبقى نظيفه، فاحنا عارفين انه اي اتربه لما نمشي بالشارع او الطبيعي العادي بتاع الديلي اكشنز بتخلي شويه اتربه تبقى موجوده في المسامات بتاعت وشنا، احنا ما بنشوفهاش غير لما بننضف. عشان كده مهم قوي قوي ننضف بشرتنا كل يوم بكلينزر ومرطب، بعد كده والتونر. نستعمل الروتين بتاع العنايه بالبشره لازم كل يوم، ده روتين يومي عشان خاطر المسامات تبقى متقفله بالاطربه دي، لازم تتفتح تتنضف اوكي، وتعود زي ما ترجع تاني زي ما كانت المفروض على طبيعتها الاول. عشان ما نحط اي ماسك او نحط اي مثلا اي حاجه مرطبه او نحط السيروم تستفيد منها وتقدر تتشرب بشرتنا كلها. النهارده بقى الريفيو عن حاجه تحفه، باور سيروم فروم ا نيو اسينشال. السيروم ده هو ده سيروم للبشره، فعلا يعني بيحولها من بشره جافه او ما فيهاش حياه ما فيهاش نور لبشره فعلا فيها ضي، فيها ترطيب. يعني هي بيعمل الترطيب، بيحافظ عليها، بيخفف من علامات التقدم في العمر، بيعزز الشباب البشرة، اي حاجات خفيفة كده زي خطوط تجاعيد او فاين لاينز بنقولها دي رقيقة بتكون دي، مع الوقت بتحس انها فيها فرق كبير، هتحس انها قلت كتير. يعني انا طبعا بوعدك ان شاء الله بعد التجربة هتلاقي الفرق وهتلاحظي الفرق. طبعا هياخد مثلا من اسبوع لاسبوعين حسب البشره وحسب دقه التجاعيد دي او البشره دي عامله ازاي. طبعا بشره بتختلف. احنا هنشوف مع بعضنا دلوقتي قبل ما نستخدمه. لازم تكوني انت عامله الروتين بتاعك اللي هو البسيط، اللي هو اي كلينزر سواء مثلا الميلك فروم نوترا افكت كلينزر ايفون اوف كورس، او مثلا الفوم كلينزر اللي هو فيس واش، اي حاجه ممكن ترطب بشرتك تنضفها تبقى المسام متفتحه كلها بقى نظيفه وما فيهاش اي حاجه، عشان نقدر نستفيد من الماسك او نستفيد من النهارده اللي هنحطه النهارده سيروم بتاع نيو اسينشال ماجيك ان باتل ريلي. هتشوفوا دلوقتي اخر انا هفتح معاكم العلبه دلوقتي. ازازه، هي دي ازازه، وكالعاده ايفون دايما شيك في كل حاجه هي بتعملها. دي الازازه بتاعتنا ذهبيه وشكلها شيك جدا. هو حلو فيها بقى ان هو زي البام، انت بتتحكمي بقى في كم قد ايه تحطي على وشك منه. هو عاده يعني مش هتحتاجي اكتر من 2 بامس صغيرين، يعني هو ده اوكي، هيكفيكي كتير قوي. يعني هناخد منه كده مساجد ليتل بيت نقدر اوزعه، بتوزعيه على وشك كله. هو في دقايق كده او في ثواني هتحس انه ابتدى يشد شويه، وده معناه ان هو ابتدى يشتغل. طبعا انا غاسله وشي وكلينزر و everything that has to be done قبل ما تحطي اي ماسك او اي سيرم. عايز تحطي كمان حطي، بس انا اعتقد ده كفايه خالص. هو 3 اور 2 اور 3 بامبس بس ذاتس ات. انت دلوقتي هتحسي بايه؟ شده خفيفه خفيفه جدا، تحسي ان هو قاعد بيشتغل. الروتين اليومي ده مش بياخد منك وقت، هي دقيقتين ثلاثه. هتجيبي كلينزر بتنضفي وشك من اي اتربه زي ما قلنا، بعدين بتحطي السيروم، تحطي الماسك اللي انت اللي عايزه تعمليه، بعدين اي مويسترايزر عندك. طبعا نيو والكمبليت السيشن تبقى حلوه ناتشورال اني ايفون هاز بين تو ماني كلينزرز. انت جل او فوم تجربي وشوفي انت حابه ايه تعمليه. اما ده لايك اي سيد ماجيك ان باتل، ده سحر هتحسي بيه فعلا مع الوقت. ماكسيمم يعني اسبوعين هتحسي انك انت وقت في فعلا ديفرنس في البشره، الجلو بتاعتها، الفاين لاينز. يعني انا لما باخد بالي ان الحتت دي هنا اكتر اللي هي بيسموها تجاعيد الابتسامه هنا،
اوكي، مثلا هنا عشان التكشيره او الكلام بتظهر حوالين العينين. يعني انت دي يعني يو ايم تو البوينتس بتاعتك اللي هي حاسه بيها اللي فيها مشكله. هو مش بس هيظبطها، كمان هيديكي الاضاءه، هيديكي الاشراق والترطيب كمان. بس انا حاسه دلوقتي اهو ابتدى يشد معايا شويه. الابلكيشن سهل جدا، مجرد بس هي نقطتين على ايديكي، مفيش محتاجه لا فرشه ولا قطنه ولا اي حاجه، على ايديك كده. وزي ما انت عملت كده كل وتحت العين وكله كل وشك كده. طبعا هو سيرم هتحسي فيه حاجه بسيطه كده، احساس بيه يعني، بس ما فيش اي مشاكل. استعمليه الصبح وبالليل، ان هو طبعا عايز تعملي مره واحده اتس اوكي برضو، بس يعني عشان نضمن النتائج السريعه يعني. استعمليه الصبح وبالليل طبعا بعد التنظيف، تاني بعد التنظيف اوكي. وباي ذا واي انا عايز كنت عايز اسال حاجه مهمه على الفوم كلينزر. الفوم ده عشان تو ابلاي ات، حطوا شويه ميه على وشك يعني، ما تحطوش دايركت. لو تفتكروا انا كنت استعملته قبل كده اللي هو ده الفوم، لما تيجي تحطيه هتحطيه على بشرتك هتنضفيها اوكي، وبتعملي له مساج كده. لو حطيتيه على بشره جافه او ناشفه مش هتلاقيه بيرغي يعني بيرغي معاكي قوي، لا انت بس بللي شويه وشك بعدين ابلاي تحطيه، هتلاقي يعني سهل استخدامه. بعد كده بتغسلي وشك عادي، تحطي طبعا لو انت مش مستخدمه اي حاجه بتحطي التونر يعدل المسام او يرجع المسام على طبيعتها. بعدين المويسترايزر بتاعك اللي انت تختاريه من ايفون براحتك خالص. نرجع تاني بقى للبطل بتاع الريفيو ده النهارده، نيو اسينشال، استعملي من ايفون هتلاحظ الفرق. وان شاء الله لو في اي سؤال بالنسبه لكم عنه او عن اي حاجه تانية تحبوا انا اقول عليها قولوا لي، او كلموني، او ابعتوا لي كومنت. لو عجبكم الفيديو ده بليز كلموني. انا سحر معاكم من ايفون، اشوفكم مره ثانيه.